واللي يحس في نفسي كذلك انا ربما ان ونبعدك انت السي محمد اوزين لا حمل مسؤوليتي لا 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 ماشي ما عندك علاقه بمسؤوليتك انك تجي الفيفا وتستعرض العضلات ديالها وكانهم يعني هذه الفيفا انظف ما خرج في التاريخ ولا جينا نشديهم واحد بواحد ويعني وكنتكلموا على عيسى حياته ونتكلموا على لا لا دابا لا هذاك انا كنقول لك انت خارج من هذا الموضوع ان تجي هذه الجامعة وتقرينا شنو هو القانون وتقرينا شنو هي النزاهه وتورينا ان يعني تاريخ الفيفا وكل واحد متتبع عارف هذه الفيفا شنو هي الفيفا كتدافع على الدجاجه ديالها الدجاجه ديالها لا بولوزو دور لي كومبيتيسيون ديالها الا قربتي لها راه هي كيطير لها وكتجبد الطوارئ واكثر من الطوارئ ما خاصكش لو تريزور ديالها راه هي ترونكيل يعني هاد 209 جامعه في العالم يعني ما تقلقش لا ما تقلقش لا حيت ربما هادشي اللي كيبقى فينا انا ولينا المغاربه لا المغاربه كيتكلموا انت كنت كتكلم انا كنتكلموا على هاد الفيفا بحال يعني لو جوندارم دو لا بلانيت هاد الفيفا وهي معصومه من الخطا واللي كديروا كله مزيان وما متابعاش قضائيا وما كانش رشاوي وما كانش وما كانش وما كانش هادي عطيناهم الفرصه يبينوا العضلات ديالهم وانت ماشي انت المسؤول يعني ما كنظنش اجلا لانه بحال اللي قال السيد الوزير لا يمكن ان نهول الامر الان هناك خلاف يعني بينا وبين الفيفا احنا 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 زدنا عمقنا المشكل بالنظر لما افرزه الجمع العام تداعيات الجمع العام هي اللي خلاتنا ننظروا لهذا الموضوع كما لو انه كاين المغاربه قال لك وخي فيهم لانه جات الفيفا ادبتنا هذاك الجمع العام اللي خسرتوا فيه 15 ساعه من النقاش ومن التطاحنات والتلاسنات هادشي اللي قلت زعما التكسير الفيفا ربحتنا يمكن عندك انا بغض النظر على ذلك بغض النظر ذاك السي بدر الدين انه على حساب بعض المواقع الالكترونيه ان جيروم فالك اللي هو الكاتب العام ديال الفيفا رفض يستقبل هذا وانا غنكمل شنو يعني الحاج وانت تكذب لنا هذا الشيء انه رفض يستقبل هذا الوفد وانه كان المدير ديال الجمعيات هو اللي استقبل الوفد الخماسي والبعض يعني سي وزين تحدث حتى انه هذوك الاعتذار ديال طارق نجم الكاتب العام ديال الجامعه وايضا حتى ربما تاكيد ديال كريم عكاري اللي هو الكاتب العام ديال الوزاره اللي تعهد يعني بتطبيق وتنفيذ التعليمات ان لم نقل الاوامر ديال الفيفا البعض تحدث انه هذا الشيء كان طلبوا منهم انهم يكون داك الشيء كتابيا واش يمكن لك تاكد لنا هذا الشيء ام لا؟ لا شيء غير صحيح غير صحيح غير نرجع للفكره اللي هذه الحرقه اللي كانت فيها في هذا السيد مسكين كيعجبني نتقاسم انا مع الناس اللي جابت الحرقه الغريب هو فاش كيكون قانون سيادي نعم شوف الجدل اللي كنديروا عليه وفاش كيجي قانون من كما تحدثتي من مؤسسه دوليه ما كاينش اللي كيهضر وما كاينش اللي كيدافع ولو غير فهمني اش بغيت نقول لك القانون ديالك كتنوض عليه البهرجة نعم. ولو ان هذا القانون راه داز في البرلمان وخرج في الامانه العامه للحكومه وتم التصويت عليه باش نكونوا واضحين باش لان القانون ماشي عزا وخرج نعم. انا جيت لقيته قدامي فكان اكيد انني ننزلو لارض الواقع طيب المشكل اللي كاين هي فاش كتجي شي حاجه من الفيفا ما كاينش اللي كيهضر وما كاينش اللي غادي يقدر يدافع فاش قلت انا في البرلمان حنا مدججين يحق لنا ان نفخر بهذا القانون ديالنا ومازال كنقولها نعم. وكنعرف علاش كنقولها وحنا مدججين بالحجاج لان الدليل ان الملاحظه اللي عطات اللجنه فاش قلنا لهم ها علاش درناها قال لك ما كاين حتى شي اشكال حنا غادي نلقاو واحد الصيغه باش غادي نقادوها واعطيونا شي حاجه جوهريه اعطيونا شي حاجه جوهريه حنا ما عندناش اشكال يمليو علينا بالنسبه للقضيه ديال الاقتراحات السيد الكاتب العام ديال الوزاره فاش مشى اولا حيت خرج كنشكرك على طرح السؤال السي فؤاد لان خرج بان الكاتب العام يورطوا الوزير فاش انا كنقول لك عناوين هكا تشير السيد قال لنا قال لي بالحرف اذا كانت اقتراحات من عندكم اذا كانت وراه تكون بعدا واعطيوها لنا اذا كانت حنا مستعدين ناخذوها بعين الاعتبار هذا هو اللي خرج القضيه ديال الاستقبال طبعا استقبلهم اكبر مسؤول اللي هو المدير ديال جمعياتي هذا هو اللي كيعرف الملف بالتفاصيل ديالو لانك الا هضرتي مع بلاتير ولا هضرتي مع عيسى حيت ما كيعرفوش جانب اختصاص ما كيعرفوش التفاصيل ثم انهم ما قبلوش يقبلوا ما يعني كما قال السي بدر الدين يعني واحد الهاله ديال شي اشياء اللي تعطات لها ما كتستحقهاش وبدينا في يعني في شي اخبار زائفه ما عندها هذا الفراغ سي وزين هذا الفراغ الان لان احنا نعيش حاله فراغ الان على مستوى ما كاينش جامعه ما عرف لان كاين جامعه اللي تم انتخابها رفضت من قبل الفيفا وكانوا قالوا اسيدي اجي انتم الناس القدام اجي خذوا المفاتيح مره اخرى وهاد الناس ديال القدماء رفضي. كلهم كيرفضوا
واش الان نسير في اتجاه اللجنه المؤقته؟ شنو هي النسبه ديال ان اللجنه المؤقته اللي غتشرف على تسير شؤون الدوله؟ القرار غادي ناخذوه مع السيد الرئيس السيد علي الفاتي فهري فاش غادي يدخل بالسفر ديالو، لانه في مهمه خارج ارض الوطن، فاش غادي يدخل غادي ناخذوا مع هذا القرار وغادي يدخل في القريب العاجل غادي ناخذوا هذا القرار فعلا. الا كانت الان غادي يكمل المكتب، انا كنقول لك عندي جوج ديال الاستحقاقات مهمين، الا ما كانوش اكثر، عندي ليكيب ناسيونال الفريق الوطني، عندنا المدرب، ثم عندنا قبل هذا وذاك عندنا غير انا قلت لك عندنا غير البطوله كيفاش غتجرى. راه كاين شكون غادي يخلص هذه الزربيت، شكون غادي يخلص هذه، شكون غادي يخلص هذه، لان خشي واحد اللي غادي يوقع. لان ما يمكنش حنا غادي نديروا هاد لا سيتياسيون دو بلوكاج، يعني هاد الحاله اللي غادي نوقفوا فيها كل شيء، ما يمكنش. لذلك فالحل خاصو، انا كنقول لك الحل خاصو يكون في ثلاث ايام القليله القادمه. والاخوان راه هما فتحوا الباب ديال اللجنه المؤقته، ولكن علاش حنا غادي نمشيو للجنه المؤقته؟ اللجنه المؤقته غتبقى خيار فعلا الا ما تمش التوافق على الاتفاق على او قبول المكتب الجامعي انه يبشر يكمل هذا المدة على الاقل حتى يعطيونا رايهم في لي ستاتيو الى اخره في القانون الاساسي النموذجي، فاكيد اننا غادي نلقاو حلول اخرى وغالبا غتكون الجنه المؤقته. وشنو هو بالنسبه لك السيناريو المثالي سي وزي؟ انا السيناريو المثالي هو السيناريو اللي غادي يعجل ليا بالحلول اللي كنهضر المشاكل اللي كنهضر لك عليها، الفريق الوطني، البطوله الوطنيه، الناخب الوطني، هادو عندي دابا ثلاثة ديال النقاط اللي عندي ما كتخلينيش نعس في راسي في خاطري، خصني نفضيها في أقرب الأوقات، لأنني عندي استحقاق، عندي لكوب دافريكا اللي دار عندي في البلاد، خصني مدرب وخصني الفريق ديالي الوطني يمشي في أبعد يعني مسافة أو بطلة ممكنة.